عندنا محطة جاية انت هتحضرها معنا ان شاء الله. نمشي. الله فيكم. شكرا. شكرا لكم. يديك العافية ان شاء الله. نمشي مع كل المشاهدين ونشوف استطلاعات مع المواطنين عن أسعار الملابس ومستلزمات المدرسة اللي شكلت يعني مشكلة كبيرة جدا أو هاجز على كثير من الأسر اللي ما قدروا يمكن يشتروا مستلزمات مكتملة لأبنائهم ولبناتهم. نشوف رأي الشارع العام ونجي راجعين تاني نتواصل. خليكم معنا. زينب أسعد الجيل الحسن صلاح، في سنة خامس، أدرس الصف الخامس وأقرأ في نفيسة حسن، وجهزت ومستعدة للمدرسة ومتشوقة جدا جدا للمدرسة. جيت أشتري جزمة، أنا كم ما لقيت مقاسي وما في مقاس بنات، حسن كده ما لقيت مقاس قدري أو كحاجة كده. جهزت الكتب والكراسات والمحفظة والشنطة والمقلمة، بس فضلية الجزمة تاني ما عندي شيء يعني. أيوة جاهزة. عفوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم لأربع أولاد في المدارس مختلفة الابتدائية. والله نوعا ما استعدينا من بدري، لأنه سمعنا إنه الناس كلها كانت في المدنية وفي كده، فما كنا جاهزين للمدارس. المهم جهزنا حالنا نوعا ما، لكن بس زحمة السوق والأسعار الغالية ونحن موظفين مرتباتنا ما جاهزة وكده، يعني دي من الحاجات اللي واجهتنا، لكن مصرين إنه أولادنا ينزلوا يعني في الظروف الصعبة دي عشان ما يقفوا من المدارس. والله الأسعار ما يعني أنا ما اشتريت صراحة لأنه ما لقيت مقاسات، لكن شايفة 320 و220 وكده، الأسعار ما بطالة نوعا ما من أسعار العيد. العيد اشترينا ب500 و600 وكده، فالأسعار شوية هذا. يعني أنا مشيت سوق مدرمان وسوق ليبيا، الأسعار لقيتها ما بنفس الأسعار، يعني كان أسعاره مناسبة. يعني حبيت عندي ثلاثة بنات، ربنا يخليهم إن شاء الله، يعني حيدوا الاثنين بقروش والثالثة حيدونا شنو مجان. وبنتمنى إنه الشعب السوداني يتحد وإن شاء الله السودان يكون للأمام، والناس تنبذ القبلية والسلام على البناية، وإن شاء الله الوضع السياسي الظاهر كلنا نتحد ونبني السودان جديد إن شاء الله يعني في كل محاولة. لأنها بجد الأسعار برا مبالغة، لما هنا جينا ما شاء الله، وكمان عندهم هدايا وعندهم مثلا تشتري لطفلين يدوك الثالث مجان، يعني عندهم حاجات حلوة، عشان كده لقينا الناس كلها جاتهم. هسه أنا عندي أربع أطفال، عندي بنتي الماشية الثانوي دي السنة دي نجحت جابت 275، وعندي بنتي ماشية الجامعة أحرز 87. يلا جيت هنا بجد يعني قدرت أكسيهم أحذية لو للجامعة وللثانوي وللطالب الأساس. والله باقي التجهيزات مشينا سوق أم درمان برضو، يعني لقينا الأسعار في سوق أم درمان أحسن من الأسعار. بعدين استعداداتنا ما كانت من بدري، ليه؟ لأنه نحن كنا يعني خاطين في إنه المدارس دي أغلب ظننا كانت تكون بعد عيد الأضحى، عشان كده الاستعدادات ما كانت خالص. والله أنا بتمنى إنه يعني يحاولوا بقدر الإمكان يعني يرفعوا الأعباء عن المواطن، ويحاولوا يساعدوا المواطن يعني بكل ما يعني أوتي من قوة. والمواطن تعب بجد، يعني المواطن ده في فترة كده تعب تعب شديد، وزي ما قالوا المرق الناس الشارع التعب والمعيشة، فكل ما نتمناه إنه يخففوا أعباء المعيشة عن المواطن. جهزت الجزمة واللبسة، لكن اللبسة حقيقة الأسعار يعني مقارنة بالسوق أسعار رخيصة جدا يعني، وحاجات جيدة جدا يعني. رسالتي إنه الناس تتفق وتتوحد عشان البلد ذاتها تمشي لقدام، والناس تتفق، وفي حاجات بسيطة بسيطة الناس تتجاوزها، وكله لصالح الوطن، والناس تتعاون، ونتمنى إنه ربنا يصلح الحال، ونتمنى الخير للعباد وللبلاد. يديك العافية، تسلم إن شاء الله وكتر خير. والله سعادتنا ما شاء الله الحمد لله، وشكرنا والله اشترينا الملابس واشترينا الحاجات بأسعار كويسة، وجزء من الدرمان وجزء من هنا،
شاء الله المحل ده محل كويس، اسعاره هاديه، الاطفال يحبوه، حاجات زي دي كده. والله دي هذا المزوره بس ترفع العيشه عن المواطن شويه كده وتخش معاهم. وطبعا هم يا دوب بادين وما عندهم عصايه موسى، ما عندهم عصايه موسى، نحن نبدا معهم، هم يبدوا ونحن نبدا معهم. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالاسعار يعني مهما كانت يعني زي العروض الحسي شايفينها يعني اقل من العروض الموجوده في السوق، ولكن المواطن يطمح في انه يلقى يعني اسعار اقل. والله استعداداتنا كاسر الحمد لله الناس تضحي يعني من اجل ترتيب واعداد وتجهيز الطلاب، لانه من الناحيه النفسيه الطالب عندما يكون معد اعداد جيد من ناحية يعني اللبس المدرسي ويعني الحقائب ونحو يعني تفتح شهيته هو للتحصيل. نعم، ولذلك يعني علينا نبذل قصارى جهدا يعني في انه نهيئ أبنائنا ويقبلوا على الدراسة بقلب يعني مطمئن، خاصة الأجواء اليومين دي يعني في البلاد يعني أجواء مريحة يعني للنفس، والناس كلها متفائلة خير يعني انه يعني يحصل يعني نوع كده من الرخاء بإذن الله.